عطلة عائلية صيفية تحولت إلى مأساة لأسرة صغيرة. طفلة بعمر 3 سنوات اختفت في ظروف غامضة، وسنوات طويلة من البحث لم تفضي إلى أي نتيجة. الاسم مادلين ماكين، المكان البرتغال، المتهم مجهول. عام 2007 كانت عائلة بريطانية صغيرة تقضي عطلة صيفية برفقة بعض الأصدقاء في منتجع في البرتغال. كل شيء كان يجري على ما يرام، إلى أن جاء يوم 3 مايو 2007 حين ترك الوالدان طفلتهما مادلين التي احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها 4 في غرفتهما بالمنتجع، وذهبا لتناول العشاء في مطعم يبعد 120 مترا فقط عن الغرفة. لدى عودة الوالدين إلى الغرفة لم يجدا مادلين، اختفت الطفلة تماما دون أي أثر. فريق مشترك من الشرطة البرتغالية والبريطانية استنفر للبحث عنها في محيط المنتجع وسط انعدام أي دليل يشير إلى خاطفها أو مكان وجودها. Hundreds of people have been contacted, both Portuguese and foreign nationals. عملية بحث واسعة انطلقت عقب ذلك للوصول إلى أي دليل يقود إلى الطفلة، وحظيت بتغطية إعلامية عالمية، حتى أن إحدى الصحف عرضت مكافأة وصلت إلى 2 مليون دولار مقابل أي معلومة تساهم في كشف لغز اختفاء مادلين. مع مرور الشهور والسنوات بدأت الإشاعات حول مصير مادلين بالانتشار. إحدى الفرضيات قالت إنها اختطفت ونقلت للبيع في المغرب. اتحدث أكثر من شخص عن مشاهدته لها هناك، ليتضح لاحقاً أن الأمر مجرد تشابه بين مادلين وطفلة أخرى. منذ اختفاء مادلين دقق فريق التحقيق بأكثر من 40,000 وثيقة وحقق مع 600 مشتبه به، إلى أن جاء عام 2020 حين أعلن مدعون ألمان أن لديهم أدلة ملموسة ترجح وفاة الطفلة، حيث كشفوا أن السلطات الألمانية تحقق مع مشتبه به يبلغ من العمر 43 عاماً بشأن اختفائها وتعتقد أنه قتلها. أدلة المحققين الألمان تركزت حول أن المشتبه به من أصحاب السوابق في التحرش بالأطفال، وأنه كان في المنطقة نفسها تزامناً مع اختفاء الطفلة، حيث كان يتجول بسيارة مسجلة في ألمانيا. وما زاد الشكوك أنه طلب في اليوم التالي لاختفاء الطفلة الاتصال بالسلطات الألمانية لترتيب تسجيل السيارة باسم شخص آخر، علماً أنها بقيت في البرتغال. رغم هذه الأدلة إلا أن المشتبه به رفض مراراً التحدث حول موضوع اختفاء مادلين، ولم يعطي أي معلومة تدينه أو تقود إلى مكان الطفلة أو مصيرها، ما ترك قضيتها مفتوحة إلى يومنا هذا. نحو 15 عاماً مرت على اختفاء مادلين، أمال المحققين تلاشت في فك لغز اختفائها، ومع ذلك لا تزال عائلتها متمسكة بأمل أنها على قيد الحياة، حتى أنها تحتفل بعيد ميلادها سنوياً عسى أن يأتي ذلك اليوم الذي تظهر فيه وتروي بنفسها قصتها المؤلمة.